السلام عليكم. اليوم قدم لكم أكثر أجهزة منزلية باعت في التاريخ، وحطوا ببالكم أن المحمول ما راح يكون من ضمنهم. أما الحين خلونا نبدأ. في المرتبة العاشرة عنده جهاز السيجا جينيسيس، وهذا الجهاز كان يعتبر هو المنافس الوحيد للجهاز سوبر نتندو وقتها، والجهاز صدر عام 1988، وكانت على الجهاز ألعاب كثيرة وجميلة، ونشر ألعابه سونيك وأيضا فانسي ستار ولعبة سيارة شهيرة أوتران، ونباع منه أكثر من 30 مليون نسخة. أما في المرتبة التاسعة معانا جهاز نينتندو 64، وكان الجهاز ثورة في جيل ثلاثية الأبعاد، ومن أفضل أشهر ألعابه هي ماريو 64 و The Legend of Zelda Ocarina of Time، وكان أول جهاز في خاصية الاهتزاز وأيضا عصا التحكم بالأنالوج، وصدر الجهاز في عام 1996 وباع أكثر من 32 مليون نسخة. وعندنا في المرتبة الثامنة جهاز السوبر نينتندو، وهو كان يعتبر في وقته أنجح الأجهزة، تفوق على منافسة السيجا جينيسيس من ناحية جودة الألعاب وتنوعها، وأيضا صدر عليه تقنيات رهيبة مثل أفكس جيب، ويعتبر الجهاز اللي أسس شكل يد المتعارفة وباقي الأجيال طوروها على درقتهم، وصدر عام 1990 وباع منه أكثر من 49 مليون نسخة. أما في المرتبة السابعة معانا جهاز بلايستيشن 4، ويعتبر الجهاز الأكثر مبيعا في العصر الجيل الثامن، وقدم فكرة التاتش باد على يد التحكم الخاصة فيه، ونشر حصرياته بلادبون وانشارتد، صدر عام 2013 وباع الجهاز أكثر من 53 مليون نسخة. في المرتبة السادسة معانا جهاز الـ NES أو Nintendo Entertainment System، ومثل ما هو متعارف عندنا كان اسمه جهاز العائلة، ويعتبر الجهاز اللي أنقذ عالم الألعاب بعد الانتكاسة، وطبعا أشهر حصرياته هي ماريو وميترويد وزلدا، صدر الجهاز في عام 1983 وباع الجهاز أكثر من 61 مليون نسخة. أما في المرتبة الخامسة معانا جهاز بلايستيشن 3، وكان أول جهاز يكون فيه تقنية بلوري، وصدر عام 2006، والجهاز كان قوي بشكل مخيف تقنيا لدرجة أن سوني كانت تخسر كثير من تصنيعه لأن ثمن البيع ما كان يكفي، والدفعة الأولى كان فيها إيموشن إنجن فعلي، وهي عبارة عن رقاقة لتشغيل الألعاب بلايستيشن 2، وبعد فترة أصدر نسخ معدلة تم إزالة الرقاقة واستبدالها محرك افتراضي عشان يقللون تكلفة الجهاز، وتم بيع أكثر من 83 مليون نسخة. والمرتبة الرابعة معانا جهاز الاكس بوكس 360، واللي صدر عام 2005، والاكس بوكس تفوق على البلايستيشن 3 من ناحية المبيعات بسبب قلة الألعاب في البلايستيشن 3 وأيضا قوة الشبكة الاكس بوكس لايف في عصرهم، بعد شركة مايكروسوفت 84 مليون نسخة، وكانت منشر حصريات الجهاز هي هيلو وفورزا وأيضا جيرز أوف وور. أما المرتبة الثالثة معانا جهاز نينتندو وي، وهذا الجهاز أدخل تقنيات جديدة في عالم الألعاب، وهي الموشن سنسر أو بالعربي الحساسات الحركية، والتقنية هذه كانت أحد أسباب نجاح الجهاز وأيضا السبب الرئيسي في بيع أكثر من 101 مليون نسخة. منشر ألعاب الجهاز كانت ماريو وأيضا وي سبورت، والجهاز صدر عام 2006. أما المرتبة الثانية معنا جهاز بلايستيشن 1، هو اللي يعتبر منصة محبوبة عند الجميع، وفي لنا ذكريات جميلة معه وأيضا مكتبة ألعاب عملاقة، بداية سلاسل أسطورية مثل رزنت إيفل وسايلنت هيل وكراش، وأيضا ما ننسى جاكي شان وبيبسي مان. الجهاز باع أكثر من 102 مليون نسخة، والجهاز صدر في عام 1994. أما المرتبة الأولى معانا جهاز بلايستيشن 2، ويعتبر الخليفة البلايستيشن الأول، وهو أول جهاز ألعاب استخدم فيه تقنية الدي في دي في ألعابه، وأول جهاز يشغل ألعاب الجهاز السبيكر، وبفضل رقاقة الإيموشن إنجن صارت شخصيات في الألعاب عندها تعابير شبه واقعية، وطبعا كان في مكتبة متنوعة من الألعاب الأسطورية مثل جير 2، سايلنت هيل 2 و3 و4 وفان فانسي 10 اللي كان فيها تمثيل صوتي، وفي عام 2000 باع أكثر من 155 مليون نسخة. وهذه كانت قائمتنا لحلقة توب 10 هذا الأسبوع، قولوا لنا إيش رأيكم فيها، وإذا عندكم اقتراحات لتوب 10 اكتبوها تحت في الكومنت، والاقتراح راح يحصل على أكثر عدد من الإعجاب، راح نختار الحلقة الأسبوع الجاي. كان معكم فهد الشيحة، مع السلامة.